معترفا بأن تصميم الأزياء هواية وممارسة لا تتطلب الدراسة بالضرورة، نجح موسى الهنائي في تأسيس محل يضم تصاميمه الخاصة للأزياء، أخذا بعين الاعتبار ندرة محلات تأجير فساتين الزفاف في ولايته. تخطى الصعوبات خطوة بخطوة وبدأ بتأسيس مشروعه الخاص. تدارك نقص رأس المال بتجميع الأجر من العمل اليومي حتى كون لنفسه اسماً معروفاً في مجال تصميم الأزياء يشير إليه القريب والبعيد. بدأت في مجال تصميم الأزياء من وأنا عمر 14 سنة. في يوم من الأيام كنا مارين على الأسواق وانتبهت لكذا محلات أزياء وكذا، رجعت البيت وجلست أفكر ليش ما أنا أبتدي في هالمجال. طبعاً كنت متفوق في مادة الفنون التشكيلية في المدارس وكذا، شاركت في العديد من المعارض وغيرها. في سنة 2014 ابتديت في هالمجال. ابتديت تقريباً بثلاث فساتين زفاف فقط. وقتها تعرفت على شخص هو اللي شجعني أكثر على هالموضوع. ابتديت في ثلاث فساتين زفاف، وقتها ما كان في أشخاص يعرفوني والمجتمع ما كان يعرفني وكذا. بعد فترة رجعت أتواصل عنده على أساس أستورد مرة ثانية فساتين أو بضاعة جديدة. رجع ورسل لي تقريباً 10 فساتين وقتها. من بعد 10 فساتين بدأت الناس تعرفني. وقتها ما كان عندي محل ولا سجل تجاري ولا غيره، بس الحمد لله بديت أفكر، قلت لازم أطور من نفسي وأفتح محل خاص في المجال اللي أنا فيه. بعد ما فكرت أفتح المحل الجديد، قلت من الأفضل أني أبدأ أصمم الأزياء بروحي بدل من أن أستورد من مكان ثاني، شيء يكون خاص فيني أنا. والحمد لله بديت وفتحت المحل الأول لي، كان اسمه أناقة العروس للأزياء. صارت الناس تعرفني خطوة بخطوة والحمد لله وصلت لمستوى عالي اللي هو الحين أنا فيه، اللي هو أتيلي موسى للأزياء. بالنسبة للدعم المعنوي كانوا أهلي هم أساس كل شيء، أما بالنسبة للدعم المادي كنت أنا أشتغل في شركات باليومية على أساس أجمع مبالغ وكذا لحد ما أوصل للمستوى اللي أنا أطمح له. طبعاً ما في شيء يجي بالسهل، يعني أكيد لا، يعني كل شيء يجي خطوة بخطوة. فنصيحتي لكل شخص حاب يدخل في مجال البزنس، سواء مجال تصميم الأزياء أو أي مجال ثاني، يحتاج لك صبر ويحتاج لك سنوات، يعني لحد ما توصل للمستوى العالي اللي الناس تفكرك أنت وصلت المستوى عالي. طبعاً ما في شخص ناجح بيفكر أنه وصل المستوى عالي أبداً، يعني طبعاً لازم الشخص يطمح للمستوى الأعلى. بالنسبة للصعوبات اللي واجهتني في البداية، اللي هو أول شيء كان المجتمع رافض أني أصمم أو أدخل في مجال تصميم الأزياء. وقتها كنت ما أظهر أو ما أجلس كثير بالمكان لو أو بالمحل. بعدها قلت أفضل أطور من نفسي وأبدأ أطلع للزباين، أسأل الكستمر وغيره على أساس أطور من نفسي في هالمجال. يعني صعب، يعني معتمد على الموظفين، لازم أنا أشوف الزباين وأشوف متطلبات المجتمع. بالنسبة للصعوبة الثانية اللي واجهتني، كيفية إقناع الزبون في الموضة، وفي لأنه الموضة تتغير بشكل سريع، يعني كيفية إقناعهم في الموديلات، في القصات، في الألوان وكذا. يعني
في سنة 2020 بدأت أفكر أني أفتح مكان أوسع وأحلى. ابتديت في شهر 10 في تجهيز المكان اللي هو اللي أنا الحين فيه اللي هو أتليه موسى. ابتديت تجهيز مكان من شهر 10 إلى تاريخ 1/8/2021. المكان عبارة عن 3 طوابق مقسم. الطابق الأول اللي هو الاستقبال، الطابق الثاني قسم خاص للعرايس عبارة عن مختلف في الموديلات في الألوان، في غرف للقياس عبارة عن مكان للإكسسوارات وغيره. بالنسبة للطابق الأخير عبارة عن خلينا نقول كذا غرف مقسمة للفساتين السهرة، قسمتهم على حسب التصميم والألوان والقصات. نظرتي المستقبلية أني أفتح كذا فرع في سلطنة عمان أو بعض من الدول العربية، لأنه مجال تصميم الأزياء هو مجال واسع، خلينا نقول مثل البحر في الأفكار في الألوان في القصات. على سبيل المثال من قماش واحد ممكن أستنتج منه بعض من الموديلات أو بعض من الأفكار. نصيحتي لكل شخص حاب يدخل مجال تصميم الأزياء أو أي شيء هو مبدع فيه أو له طموح، لازم يصبر، لازم يتقبل أي شيء، لأنه لكل عمل في سلبيات وفي إيجابيات. فنصيحتي لازم تصبر للشيء ولازم تطور من نفسك خطوة بخطوة، وإن شاء الله توصل للمستوى اللي أنت تطمح فيه بإذن الله. نقطة تحول جذري في حياة خريجة تخصص التاريخ والتي تبعت شغفها ودرست الكيمياء عن بعد حتى أتقنت حرفة صناعة مستحضرات العناية بالبشرة، مع أنها بدأت من نقطة الصفر. لم تعترف بقانون ضعف الإمكانيات وتخطت جميع المصاعب حتى نجحت بتحقيق إنجاز يتمثل في هويتها التجارية التي عملت عليها في زمن قياسي وبدعم قاعدة من الزبائن الذين يشهدون على نجاح منتجاتها. فكرة وطن الجمال جات من نفس السياق ونفس النمط، من أن الإنسان يقرر يغير حياته من نمط حياة غير صحي إلى نمط حياة صحي، سواء على سبيل التغذية أو الرياضة. نفس الكلام لما نختار منتجاتنا، لازم أول الأشياء اللي نراعيها أن تكون بعيدة عن الكيمياء المصنعة. نحاول قدر الإمكان أن ننتقي أشياء أقرب للطبيعة، لأن أي شيء يلامس الجلد على طول للدم، وبالتالي مع الأسف الشديد أن هذه المعلومة الأغلب يجهلها أنه ما في فلاتر على طول يدخل للدم، ممكن يسبب أمراض، ممكن يسبب تحسسات على المدى القريب أو البعيد. من هذا المنطلق حسيت أنه يعني لازم أرفع الوعي المجتمعي أن مثل ما تنتقوا الأكل والشرب، بعد ننتقي منتجات العناية. بداية وطن الجمال كانت من 2016، من بنت هاوية لمنتجات العناية وأنا شخصياً مستهلكة بكثرة لهذه المنتجات، حبيت أني أغوص في الأعماق أكثر أن أصير أعرف أسرار التركيبات، أعرف كيف تتصنع هذه التركيبات. وفعلاً دخلت أول دورة، ما في شيء اسمه في الصابون أني أجرب في الصابون أو الكريم، عشان ما نحصل على الصابون بس أني أجرب. فيه قواعد، من هذه القواعد كل شخص يصنع له بصمة، يصنع له نمط مختلف يميزه عن غيره.
من 2016 إلى 2020 كان الموضوع أشبه بإني أجرب أتعلم أبحث، وحتى على مجال التسويق كان محدود بين الأهل بين الأصدقاء. وفعلاً يعني قدرت إنه أكون لي قاعدة ولاء من العملاء تعتبر يعني بسيطة. 2020 يعتبر خط فاصل في وطن الجمال. شكلنا فريق مكون من 3 أشخاص عمانيين اللي هم مروان الحوسني وعلي البلوشي وأميرة الشبلي، كلنا حسب تخصصه. وضعنا خطة إنه خلال سنة وطن الجمال يثبت نفسه في السوق. فضل رب العالمين قدرنا أن نحقق هذا الهدف في أقل من سنة. من 2016 إلى 2020 كنت مجرد هاوية. في 2020 وما فوق صرت أول عمانية حاصلة على شهادة البورد الألماني في تحضير المنتجات الطبيعية وصناعتها، وصار وطن الجمال تحت إشراف دكاترة من البورد الألماني. من أكثر الأشياء اللي من أول ما دخلت المجال وأنا أعاني منها ربط موضوع المنتجات الطبيعية باسم الخلطات، ولازلت لليوم أحاول أرفع الوعي الجمعي إنه ترى هذا يختلف عن هذا. فرق 100% بين أني أنا أجيب مجموعة مستحضرات ممكن فيها نسب عالية من المواد الضارة وأخلطهم مع بعض وتتغير التركيبة الكيميائية وبالتالي تضر هذاك الشخص اللي بيستخدمها العميل، وبين أني أنا أجيب مجموعة أشياء طبيعية أو منتجات طبيعية أصنعها من الصفر إلى أن وبانتقاء وبعناية إلى أن توصلكم. هذا الشيء، هذا الرسالة اللي أحاول دائما أني أوصلها من وطن الجمال. الخلطات تختلف عن الصناعة من الصفر. هذا الربط أو الخلط بين موضوع الصناعة من الصفر والخلطات حتى في مجال التسويق. أحياناً لما نطلب سبونسر أو إعلان، المعلن يرفض يعني لنا خوفاً من أن منتجاتنا تكون خلطات وتضر بالشخص. فهذه من أكثر الأشياء اللي واجهتنا، وفعلاً جالسين نحاول نشتغل أنه ما بس الهدف أنه بيع وشراء، هدف أنه نرفع الوعي. الخطط والأهداف المستقبلية منقسمها إلى طويلة المدى وقصيرة المدى. بالنسبة لقصيرة المدى، في سعي وخطوات بإذن الله أن نوثق البراند أنه يكون ماركة عمانية مسجلة. بالنسبة لطويلة المدى، إحنا نريد نوسع الدائرة شوية. أول شيء وطن الجمال بيخدم السوق المحلي، بعدها بينتقل إلى الشرق الأوسط، وبعدها إلى العالمية بإذن الله. بالنسبة للهدف الثاني، من أول ما تشكل وطن الجمال، مروان دائماً يحاول يزرع بالي فكرة أن العميل يحتاج أكثر من فكرة أنه هو يأخذ منتج ويستخدمه. لازم يفهم طبيعة المنتج، وإحنا نعرف طبيعة بشرته، طبيعة شعره، إيش هو يحتاج، وبعدها نوصف للمنتج. وفعلاً أخذنا خطوة هذا المجال إنه أو في هذا الهدف، أني انضميت إلى البورد الألماني، وبفضل رب العالمين صرت أول، مثل ما قلت لكم في البداية، أول عمانية حاصلة على هذه الشهادة. وبإذن الله أني أتقدم أكثر إلى أن أصير أخصائي بشرة.